لكم في القناة، فعايز تضغطوا لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال سنة خمسة، إزيكم؟ النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تمارين Lesson 2، الدرس الثاني من Unit 8، من الوحدة الثامنة. فالأول كده كان في Part 2 كان في Pop Quiz بيقول لي حاتم ما تنساش بس تكبر الصورة وتعلي الجودة علشان نشوف كل حاجة واضحة. تمام، هنا بيقول لي حاتم can't see. تمام، حاتم لا يستطيع ان يرى، يبقى هي از هارد ولا سترونج ولا بلايند ولا اكسايتد؟ لا طبعا هو بلايند، هو لا يستطيع ان يرى، يبقى هو بلايند، كفيف. طيب، سنيكس ار فيري انيمالز، الثعابين حيوانات ايه جدا؟ بي كيرفول، كن حذرا. طيب، الثعابين حيوانات فاست ولا دينجرس ولا هيوج ولا فات؟ لا دينجرس، خطيره، يعني مش هنقول فاست سريعه، ولا هيوج ضخمه، ولا فات تخينه. طيب، the little ant، النملة الصغيرة، carried a ايه؟ حملت وشالت ايه؟ from the tree، من الشجرة. هي هتشيل ايه من الشجرة؟ هتشيل طبعا leaf، ورقة، ورقة شجر، okay؟ a leaf from the tree، مش هتشيل trunk ولا tusk ولا form. طيب، التمرين العامة على lesson 2، على الدرس الثاني. اول سؤال، سؤال استماع. يبقى احنا كالعادة هنشيل بقى الكتاب خالص، تمام، وعاوز البطل يركز معايا علشان يسمع. بص يا بطل، A long time ago there were six blind men who wanted to meet an elephant. One day a local farmer was walking along the road with an elephant that walked on his farm. The men wanted to touch the elephant. They would like to discover, يعني عاوزين يكتشفوا, how it looks. The men were very excited, كانوا متحمسين جدا, and walked over to the enormous animal, واقتربوا من الحيوان الضخم. نبدأ بقى نحل. فبيقول لك there were six, كان في ست ايه من ست رجال. طبعا هنقول له six blind, ست رجال مكفوفين. A local farmer was walking along the road, كان يمشي بطول الطريق. With an, ومعاه. With an طبعا طبعا برافو عليك. With an elephant, E-L-E-P-H-A-N-T, لازم يكون حافظ الكلمات. The men, الرجال, wanted to eat the elephant, عاوزين ان هم ايه الفيل. طبعا ممكن تقول له touch وممكن تقول له discover. تمام، wanted to discover, عاوزين يكتشفوا, discover او touch، فالاثنين صح لان الاثنين موجودين في نص الاستماع. ولو حد قال لي ميت فبرضه هنمشيها برضه، ميت يقابل، مفيش اي مشكله. طيب، the men would like to discover how the elephant، هم عاوزين يكتشفوا ازاي الفيل. طبعا how the elephant looks like، how the elephant looks like، يعني ايه how the elephant looks like؟ يعني شكل الفيل ايه بالظبط. الماتشنج هنا بيقول لي salt water، المياه المالحة. If the water، هي المية، طبعا أنا المفروض إن أنا قاري two columns، العمودين. فلما أقرا العمودين هعرف إن salt water is the water in seas، هي المياه في البحار، and oceans، والمحيطات. فهنا water. We can't drink، إحنا يعني لا نستطيع أن نشرب. طبعا we can't drink the water in the sea، لا نستطيع أن نشرب الماء في البحر. The elephant's back leg، الأرجل الخلفية للفيل، تمام، is like a tree trunk، تشبه جذع شجرة. هنا هنقوله three. Number four، blind people، المكفوفين، can't see، تمام، can't see. هنا four. The farmer listened to، الفلاح استمع إلى، okay، everything the men said، كل حاجة الرجال قالوها. هو استمع لكل حاجة هما قالوها. هنا five. الترتيب، your health water is why important for، يبقى why is، طبعا بعد أداة استفهام بنجيب الفعل المساعد. طيب،
why لماذا؟ لماذا why is water؟ لماذا الماء؟ لماذا الماء important for مهم لي your health صحتك. طيب water 9 glasses drink a day I of fresh هتبقى I أنا drink أنا بشرب بشرب إيه 9 glasses 9 زجاجات of fresh water من المياه العذبة. اوكي انا بشرب 9 زجاجات من المياه العذبة وبعد كده اقول له a day يوميا. طيب the world animal the biggest the elephant is in هتبقى the elephant الفيل is بيكون بيكون ايه the biggest animal يعني اكبر حيوان the biggest animal in the world في العالم الفيل بيكون اكبر حيوان في العالم. find out اللي هو يكتشف want to what the blind did man هتبقى what ماذا what did طبعا بعد أداة الاستفهام بيجيب فعل مساعد وبعد كده الفاعل هو the blind man what did the blind man ماذا الرجل الكفيف want to find out يريد أن يعرف what did the blind man want to find out. وهنا بيقول لي what is special about the men what is special about the men ايه هو المميز بخصوص الرجال. اوكي هو هنا بيسأل فطبعا هيكون في الاخر question mark ده سؤال punctuation ببدأ بالW capital و is special about the men عادية وفي الاخر قلنا question mark لأنا بسأل. طيب the elephant's trunk is long and flexible المفروض ان T هنا تكون capital هو عمل الأباسترفي بس أنا هعمله الإيه الفلسطوب ليه فلسطوب لأن أنا ما بسألش أنا بقوله the elephant's trunk يعني زلمت الفيل is long طويلة and flexible ومرنة فأنا بسألش. هنيجي على القطعة والقطعة طبعا اللي احنا عارفينها اللي هي a long time ago اللي هي قصة الإيه الفيل with six blind men there were six blind واخد خط تحت blind تمام لانه اكيد هيسال سال فيها بيقول لي the underlined اللي تحتها خط the underlined word blind كلمه blind اللي تحتها خط means can't معناها can't طبعا can't see. طيب there were six blind men كان في ست رجال مكفوفين who wanted to meet an elephant عاوزين يقابلوا فيل they had heard many stories about these incredible animals وسمعوا قصص كتير عن الحيوانات هذه الحيوانات الايه المذهلة but each man بس كل راجل had a different idea عنده فكرة مختلفة about what the elephant would look like عن الفيل ممكن يكون شكله ايه. one day a local farmer was walking along the road with an elephant who worked on his farm كان في فلاح محلي ماشي بطول الطريق ومعاه فيل بيعمل في مزرعته. the farmer asked if the men would like to touch the elephant قالهم طيب ممكن تلمسوا الفيل to discover how it looks علشان تكتشفوا شكله. the men were very excited الرجال كانوا متحمسين جدا and walked over the enormous animal واقتربوا من الحيوان الضخم. طيب the farmer was really rude ولا helpful ولا fast ولا ugly الفلاح كان rude وقح طبعا هو مش fast سريع ولا ugly قبيح هو helpful متعاون مفيد. did وديد في الأول يعني هل did the men هل الرجال touch the elephant لمسوا الفيل yes they did أيوة لمسوا الفيل yes they did طبعا they t-h-e-y yes they did. طيب what did the blind men want to do تاني what did the blind men want to do هم عاوزين يعملوا ايه طبعا they هم wanted to ممكن اقول to meet an elephant او to discover عاوزين يكتشفوا they wanted to discover okay how the elephant looks okay e l e p h لكن image looks they wanted to discover how the elephant looks عاوزين يكتشفوا شكل الفيل. Okay. ممكن واحد يقول they wanted to meet an elephant they wanted to touch okay. ده كله صح. طيب تعال نتكلم paragraph على incredible animals ركز بقى ركز 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 في الباراجراف الحيوانات المذهلة وقال لك هنتكلم على the elephant الفيل وهنستخدم كمان كلمة trunk اللي هي زلومة الفيل. اوكي طيب هقول له اول حاجة اتمنى بس انك تكون مكبر
الصورة علشان تشوف الكلام واضح قدامك. معلي الجودة طبعا. The elephant، طبعا هنسيب التلات حروف اللي في الأول. The elephant، الفيل، is an enormous، تمام، enormous animal. Okay, the elephant is an enormous animal. الفيل حيوان ضخم. Okay, بعد كده هقول له it's. Okay, its trunk. الزلومة بتاعته is long، طويلة، and flexible، ومرنة. Okay, it looks like. It looks like a rope، وبتشبه الحبل. طيب its leg is round، رجله مدورة، and looks like، وبتشبه a tree trunk. بس هنا trunk بقى مش الزلومة، هنا trunk اللي هو الايه، جزع. a tree trunk، جزع الشجرة. طيب its tusk او its tusks، تمام، انيابه، or hard، تمام، صلبة. Okay, they look like، بيشبهوا الانياب دول، لان هو عنده two spears. يعني spear يا حبيبي؟ يعني الرمح. بعد كده اتكلمت على رجله وعلى زلمته، تمام، ودانه. its ear، ودانه او ears مثلا. okay, its ears، خليها جمع، or big، كبيرة، and flat، تمام، كبيرة ومسطحة. وبعد كده هقول له I like، أنا أحب، these incredible animals، هذه الحيوانات المذهلة. وبس كده، طبعا paragraph جميل جدا. خلصنا فيديو النهاردة، فيديو خفيف جدا، حلينا فيه تمارين بسيطة على unit 8 الوحدة الثامنة listen to الدرس الثاني. Thank you for watching، شكرا مشاهدة، وشكرا يا بطل انك كملت الفيديو للآخر. Goodbye. سلام.